دلوقتي المفروض كنت هلعب على ده، مفيش حاجه تحتيه انت. ببدا بقى اشوف ادي الاي وادي البي. الرانك عباره عن عدد الصفوف اللي هي بصفرين. ايه هو الرانك رتبه؟ عدد الصفوف اللي هي بصفرين بالنسبه لاي والبي. لو الرانك بتاع الاي سوى الرانك بتاع الاي بي، الرانك بتاع الاي سوى الرانك بتاع الاي بي سوى عدد المجاهيل. عدد المجاهيل هنا بكام؟ بثلاثة، يبقى حل وحيد. يبقى مسألة سوى حل وحيد. الرانك بتاع الاي الجزء ده اسمه ايه؟ وده كله اسمه ايه؟ الرانك بتاع الاي عدد الصفوف الغير صفرية بكام؟ بثلاثة. الرانك بتاع الاي دي عدد الصفوف الغير صفرية برضه بكام؟ الرانك بتاع الاي سوى الرانك بتاع الاي دي سوى ثلاثة، بيساوي عدد المجاهيل بحل واحد. بيطلع الحل الوحيد باخده من تحت لفوق. نبدا نقرا، ادي اكس ادي واي ادي زد. تعالوا نقرا لو سمحت، ده مهم من تحت. خليك نقرا، باخده من تحت لفوق، من تحت لفوق. اقرا، زيرو اكس زائد زيرو واي زائد زد بيساوي 9، يبقى زد بيساوي 9. يبقى دي هتبقى 0x زائد 0y زائد 1z ايكوال 9، يبقى z ايكوال 9. هنبدأ على الصف اللي بعده، يلا 0x زائد 1y ناقص 10z بيساوي 20. أنا قريتها أهو، 0x زائد 1y ناقص 10z بيساوي 20. أنا عرفت إيه؟ أنا عرفت كلمة الزد، يبقى واي بتساوي 90 زائد 20 110. يبقى واي بتساوي 110. بعد كده نقرا الصف اللي فوق. تعالى نقرا الصف اللي فوق. يبقى تدينا 3 اكس زائد ناقص واي ناقص زد بيساوي 4. يبقى 3 اكس بتساوي 4 زائد واي زائد 110 زائد زد زائد 9. يبقى تدينا 3 اكس بتساوي 13 بين 23، يبقى اكس بتساوي 41. طلعنا اكس وواي وزد وده حل وحيد. دي اول مساله. حاول تاني، الرانك بتاع الاي اللي هو عدد الصفوف الغير صفريه، عدد الصفوف الغير صفريه، الرانك بتاع الاي سوى الرانك بتاع الاي دي سوى عدد المجاهيل، يبقى حل وحيد. حاول تاني، الرانك بتاع الاي سوى الرانك بتاع الاي دي بيساوي عدد المجاهيل كلهم قد بعضيهم، يبقى حل واحد. نشوف الحل الثاني. دي ممكن الحل المعكوس. فهمت اول حاله؟ فهمناها؟ ناخد حاله ثانيه اكتر من حل. مثال صفحة 37، مثال صفحة 36 اللي عملناه 37. ابحث إمكانية حل مجموعة المعادلات الآتية وفي جميع حلولها الموجبات.
ولازم تفهموها عشان تقدر في الامتحان. ابحث استمكانيه حل المعادلات الاتيه: 4 معادلات 4 مجاهيل. استحاله افكر في المعكوس. المعكوس عندي اكتر حاجه 3 3، يبقى لازم عمليه الصف البسيط. في غلط هنا في الكتاب 12 كتبها 14 في راس المساله، هي 12 بس حللها على انه 12. يعني هو كاتب في الكتاب هنا 14 دي 12. خلاص ده امسح. هقول تاني، ابحث انت ليه الحل او بمعنى تاني اوجد ال اوجد ال اوجد المعادلات الاتيه متآلفه. ممكن نقول كده متآلفه يعني بسيطه، يعني هي حل وحيد او هي افضل من حل. اثبت ان المعادلات الاتيه متآلفه، غير متآلفه يعني مالهاش حلول. غير متآلفه يعني مالهاش حلول. عندي 4 معادلات و4 مجاهيل. هشتغل عمليه الصف البسيط. هشتغل عمليه الصف البسيط. لو سمحت مش عايز الفوز، لو سمحت. عندي اكس اكس واي زد تي ايكوال وادي حلو. مفيش شيء اكس واي زد كله. المسألة اللي بعد كده هي مش مشكلة. اللي بعدها هتبقى فيها تي. اكس واي زد ايكوال اكس زائد 2 واي زائد 3 زد ايكوال 12. تاني واحدة 2 اكس زائد 3 واي زائد 13 واي زائد 15 زد ايكوال 31. الناس اللي بتتكلم هناك اكس زائد 6 واي زائد 7 زد ايكوال 12. والاخيرة 2 اكس زائد 8 واي زائد 10 زد ايكوال 16. بس اتاكد من الارقام قبل ما احل، اي رقم يلخبط المساله. يا ابني اهدى علينا بقى. محمد. كل شوية. والبتاعتين. لو سمحت مش عايزة صوت خالص. نبدا نشتغل. بسكت الصف الاولاني واصفر تحتي. سددت الاولاني. 1 2 3 12. عشان اصفر تحتي حتى الاولاني ناقص 2 اجمعه على الثاني يروح للثاني. ناقص 2 ار 1 زائد ار 2 يروح لار 2. ناقص 2 و2 0. ناقص 4 13 9. ناقص 6 و15. ناقص 6 و15 9. ناقص 24 31 9. 7 حاضر 7. ناقص 24 31 صح 7. حط تحديد الجي. هقول ار 3 ناقص ار 1 تروح لار 3. 1 ناقص 1 ب 0. 6 ناقص 2 ب 4. 7 ناقص 3 ب 4. 12 12 ناقص 12 تدينا 0. هقول تاني ناقص 2 ار 1
يعني ناصر ناصر ضاع من 31 27 و 4 31 اللي بعديها الثلاث ناصر اثنين يبقى تدينا الثلاث ناصر اثنين تدينا 10 اه صح ربع
برضو باثنين. اثنين اه. وعدد المجاهيل بكام؟ اربعة. ثلاثة ولا اربعة؟ اربعة. بثلاثة. هل ساب عدد المجاهيل؟ لا ما سابش عدد المجاهيل، يبقى يمكن أكثر من حد، يبقى بول زي ما وصل الجزء. يبقى ده ألفا وليها أكثر من حد، ما أعرفش حتى بنقول إزاي. نور اثنين. يبقى متألفة وليها مول زي المول سوليوشن. لو سمحت مش عايزة صوت. كم معادلة؟ اثنين بكم مجهول في ثلاثة؟ يبقى لازم أفرض واحد منهم. عندي كم معادلة؟ اثنين بكم مجهول في ثلاثة؟ يبقى لازم أفرض واحد منهم يطلع بباقي الثلاثة. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. باخدها من تحت لفوق، باخد من تحت لفوق قد اكس واي زد. تعالى اقراها 0 اكس زائد 2 واي زائد زد بيساوي 3. ها من تحت لفوق، قال من تحت لفوق عدد الصفوف بس في 2 راتب على ايه سوا راتب على ايه دي، وعدد المجاهيل 3 يبقى مول زي المصري ده الفا وسيستر بس ليها اكثر من حد. نبدا نكتب الحلول. هقول واي زائد زد يكوال 3. هفرض اخر واحد، هفرض الزد ايه؟ معادلة فيها مجهولين. هفرض واحد منهم وافرض الاخير دايما، زد ايه؟ يبقى واي كان في 3 ناقص ايه؟ نبدأ نكتب المعادلة اللي فوق. اكس زائد 2 واي زائد 3 زد يكوال 2. اكس بكام؟ ب 2 ناقص 2 واي ناقص 3 زد. يبقى اكس بكام؟ 2 ناقص 2 واي ناقص 3 ناقص ايه؟ ناقص 3 زد ناقص 3 ايه؟ يبقى الاكس طلع 2 ناقص 6 ناقص 4. 2 ايه ناقص 3 ايه يبقى ناقص ايه؟ يبقى ناقص 4 ناقص ايه؟ طريقة البرزنتيشن هكتبها ازاي؟ خد بالك. هقول الحل بتاعي عبارة عن اكس واي زد. الحل بتاعي عبارة عن اكس واي زد. في كم متغير؟ عندي عندي في ايه؟ وفي رقم في رقم وفي ايه؟ يبقى هقول عبارة عن حاجة مضروبة في ايه زائد رقم. طريقة العرض للحل. بكتب ايه؟ الحل بتاعي بيجي في صورة مدرسين. عندي الاكس مضروبة فيها الاكس فيها ايه؟ الزد فيها ايه؟ والواي فيها ايه؟ وفي رقم كمان ثابت. يبقى عبارة عن مجموع مصفوفتين، حاجة مضروبة في ايه؟ ورقم ثابت. نبدأ نكتب اكس بكام؟ اكس ناقص 4. يبقى ناقص 4 ناقص ايه؟ يبقى ناقص 1 ايه؟ الواي بكام؟ ثلاثة ناقص ايه؟ يبقى ثلاثة ناقص واحد ايه؟ الزد كام ايه؟ يبقى 1 0. يبقى مات من الحلول، كل ما تغير الايه كل ما يديك حل. حط ايه 0 يدي حل، ايه 1 يدي حل، ايه 2 يدي حل، ايه 3 يدي حل. نعم. جيب. بص الحل بكام؟ اكس ناقص 4 ناقص ايه؟ واي بكام؟ 3 ناقص ايه؟ زد بكام؟ ب. يعني في ايه وفي عدد. بحط مصفوفتين، مصفوفه مضروبه في ايه ومصفوفه تبقى اعداد. ابدا اقرا اكس بكام؟ ناقص 4، ادي ناقص 4، اكس ناقص 4، ناقص 1 ايه؟ واي بكام؟ واي بكام؟ 3 ناقص ايه؟ ناقص 1 ايه؟ زد بكام؟ ب يبقى 1 هنا زد. ثلاث من الحلول، كل ما غير ايه يدينا حل، المفروض تبقى بقى الحل بالطريقه دي. المسألة اللي بعديها جبناها السنة اللي فاتت بس غيرت في الأرقام، وجبناها السنة اللي قبليها، يعني كل سنة بتجيبها تقريبا، بس بتغير في الأرقام، هعمل هيك. يبقى المسألة دي 12 في الحل يبقى 14، هي دي كانت الغلط. يعني لو كتب 12 المفروض 14. المثال اللي بعديه، المثال ده مهم على فكرة، صفحة 38 مهم قوي، صفحة 38.
تاني. ناقص 3
ار 3 تروح ل ار 3 ضربت دفع 4 بتصير 3 تدينا 12 مع 12 ب 0 تديني 8 زائد 3 ب 11 تديني 8 زائد 3 ب 11 تديني 20 زائد 24 ب 44 تديني ناقص 20 ناقص 44 تديني 4 على 1 ناقص 3 في 2 يبقى تدينا 32 ناقص 3 في 2 حسب الجواب فكر تحتي هقول ار 2 زائد ار 3 تروح لار 3 تدينا ثبت الاولاني 3 2 2 ناقص 5 8 ثبت الثاني 0 ناقص 11 ناقص 11 44 16 ناقص 3 في 1 صفر يبقى 0 0 0 0 48 هتدينا 48 ناقص 3 في 1 ناقص 3 في 2 تعالوا نشتغل ربي تعليم كام؟ ربي تعليم 2 يبقى المفروض رقم التعليم دي برضه ب 2 يبقى المفروض الشرط احط ان 48 ناقص 3 في 1 ناقص 3 في 2 بيساوي 0 يبقى في 1 زائد في 2 بيساوي 16 ده الشرط هقول تاني المفروض رقم التعليم سوا رقم التعليم دي رقم التعليم ب 2 يبقى المفروض رقم التعليم دي برضه ب 2 المفروض يبقى ب 2 بتاع ب 0 عطاك مقصود 48 ناقص 3 في 1 ناقص 3 في 2 بيساوي 0 ده الشرط عشان تكون متألف يبقى في 1 زائد في 2 بيساوي كام؟ بيساوي 16 بيقول لي دلوقتي العدد المجاهيل كام؟ عدد المجاهيل 4 يبقى انت عارف الحل قول ده الموضوع المفهوم يبقى لازم دلوقتي هما معادلتين في 4 مجاهيل لازم اوصل الاثنين منهم هقول تاني هو كام معدل؟ كام معدل؟ اتنين، كام ملول؟ أربعة، يبقى لازم أفرض كام معدل؟ اتنين منهم. عندي معدلتين في أربع مجاهيل، يبقى لازم أفرض اتنين منهم ويطلعوا كلهم بدلالتهم. تعالوا نشوف. يقول لي حليها عند كي 1 بتسعة كي 1 بتسعة وكي 2 بسبعة. تسعة زائد سبعة ستاشر يبقى صح يبقى الشرط التاني ده غلط صح يقول لي حليها عند كي 1 بتسعة وكي 2 بسبعة لو جمعناهم في 2 16 يبقى الشرط التاني مظبوط نبدأ بقى التاني هقول هتدينا 3 2 2 ناقص 5 8 تديني 0 ناقص 11 ناقص 11 44 16 ناقص 3 في 1 تدينا 11 16 ناقص 27 16 ناقص 27 تدينا ناقص 11 والأخيرة عبارة عن 0 0 0 0 0 عوضنا كي 1 ب 9 16 ناقص 27 تدينا ناقص 11 بناخدها من تحت لفوق ادي اكس ادي واي ادي زد ادي تي باخد المعادلة من تحت لفوق تعالوا نقراها هتفتح بورد زي ما انتوا اليوشن اكتر من حد هقرا المعادلة الأخيرة ناقص 0 اكس ناقص 11 واي ناقص 11 زد زائد 44 تي بيساوي ناقص 11 يعني دي عبارة عن قسمنا على ناقص 11 تبقى واي زائد زد ناقص 4 تي بيساوي 1 ادي المعادلة معادلة فيها كام مجهول؟ تلاتة لازم افرض كام واحد منهم افرض اتنين منهم بفرض الاهم تي وزد هفرض زد بيساوي ايه وتي بيساوي دي جابوها من ورا بفرض تي بفرض زد فرضت زد ايه وتي بيه يبقى واي بتساوي
يبقى واي بتساوي واحد ناقص زد ناقص ايه زد اربعه تي زد اربعه تي. ادي هو نرفع المعادله اللي فوق خالص تدينا 3 اكس زائد 2 واي زائد 2 زد ناقص 5 تي يساوي 8. من اطلع الاكس، الاكس بتساوي تلت 8 ناقص 2 واي ناقص 2 زد زائد 5 تي. نقدر نطلع الاكس، يبقى اكس بتساوي تلت 8 ناقص 2 واي ناقص 2 زد 2 اي ناقص 8 بي ناقص 2 زد ناقص 2 اي زائد 5 تي زائد 5 بي. تدينا اكس بتساوي 8 ناقص 8 ناقص 2 6 6 على 3 ب 2 2 اي راح مع 2 اي 8 بي ناقص 5 بي ناقص 3 بي ناقص بي. ادي الاكس بتساوي 2 ناقص بي. نبدا نكتب الحل النهائي. عندي كم متغير؟ اي ودي وعندي سالب كمان، يبقى بكتب اقول اكس واي زد تي ايكوال حاجه مضروبه في الايه؟ زائد حاجه مضروبه في البي زائد حاجه سالب. تعالى نقرا اكس بكام؟ ب 2 ادي 2 ناقص 1 بي مفيش الاي دي. واي بكام؟ 1 ناقص اي زائد 4 بي. زد بكام؟ ب يبقى 1 و 0 و 0 وتي بكام؟ ب يبقى 0 و 1 و 0. ادي ماده حلو تغير الـ A والـ B تدينا حل. دي طريقة البرزنتيشن في الامتحان، بحط A و B ونحدد ذات. دي كانت مسألة جت السنة اللي قبليها والسنة اللي فاتت جت أختها، بس كان حاطط الشرط وحاجة تانية، في وضع يجيبوا طلب برقم تاني. نفس المسألة بس مغيرين في الأرقام. ارجعوا لها تاني على الدليل هتلاقيها موجودة في امتحان السنة اللي فاتت. دي كانت المسألة، في نوع ثالث هعملها برضه موجودة في الدليل. نعم. لا ايه قولي؟ لا هو قال لي كنت بيودي 9 وبتدوب 7، هو ايه؟ هو قال لي في المسألة. قال لي هات الشرط وبعدين قال لي كنت بيودي 9 وبتدوب 7، هو ايه؟ قال لي الشرط اللي انا بدعمه مع بعض جاب لي 16. متألف لأي محل وحيد لبقى من حاجة. نعم؟ لازم نركز عليه يكسب نركز عليه يجي. دايما. نركز عليه يكسب نركز عليه يجي. لو ما كسبوش بعض يبقى مش حل. يبقى غير متألف. السبب كتير للأسف كتير ما بيعرفوش حلوها في الامتحان. للأسف. ما بيعرفوش يكملوها. Yeah.
60 دليل دليل ده دليل وعدم الناس الكلمة اللي بتتكلم وعدم 60 ما هي قيم ايه التي تجعل المجموعة المعدلات التالية حلا واحدا او عدد لا نهائي من الحلول او لا حل على الاطلاق؟
عشان ملوش حل مفروض يبقى لعب تعليمي ما يسويش لعب تعليمي. انا اقدر اتحكم في الايه ما اتحكمش في الايه في الايه دي كلها. يبقى انا هخلي لعب تعليم اتنين عشان اخلي لعب تعليم اتنين عشان اقول صفر يساوي رقم. صفر يساوي رقم يبقى مفيش حل خالص. يبقى انا هحط اس ناقص 16 تساوي صفر وايه ناقص 4 بتساوي صفر. يعني الشرط هيكون اس كوارد ناقص 16 بتساوي صفر هتديني فرصة نص اللي مش ما ينفعش. يبقى ليه ما تساويش أربعة وما تساويش
اديني صفر 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 صفر. باخدها من فوق لتحت لفوق اكس واي زد ناقص 7 واي زائد 14 زد تساوي ايه يا جماعه؟ في 10 هحط الزد دي يبقى 7 واي بتساوي ناقص 10 بتساوي 10 ناقص 14 دي يبقى واي بتساوي 10 على 7 ناقص 2 دي. هنعوض نطلع الاكس. اكس بتساوي 4 ناقص 2 واي زائد 3 زائد يبقى اكس بتساوي 4 ناقص 2 واي ناقص 20 على 7 ناقص 4 زائد 3 زائد يبقى اكس بتساوي 28 ب 8 على 7 ناقص 2. حط الحل اكس واي زائد يبقى تدينا اكس بتساوي 8 على 7 ناقص دي واي بتساوي ناقص 2 دي و10 على 7 وزد بتساوي دي. اكل حلو. نعم 4 ناقص 2 واي زائد 3 زائد 7 واكس الواي ناقص 7 واي زائد 14 زائد 5 ناقص 10 وديت 7 واي الناحية التانية وديت 10 الناحية دي عكس الأمام صح؟ عكس الأمام وديت 10 7 واي الناحية التانية الواي مطلوب ناقص 7 يا ابني أنهي واحد؟ دي صح؟ زائد 4
هوموجينيس. نشوف الغدا عن النوع ده وده هوموجينيس. زي اللي فات برضه عاملين الصف البسيط وبيطلع برضه بسيط. ودي اخر حاجه النهارده في النوع ده من المسائل. يبقى انت عندك ثلاث حاجات، نص اليوشر مور ذان نص اليوشر. الرجاله دايما مور ذان نص اليوشر. ما حدش عارف. دايما بيجي مور ذان. اسمها ايه بالانجليزي؟ نوت فين. ايه؟ نوت اللي هي عندي. ايه معنى اصلا؟ نوت فريدي. كيف سكنا؟ اللي هي عندي هوموجينيس. تحت المتجانس. هوموجينيس. هوموجينيس اكويشن. هوموجينيس. المعادلات المتجانسه، اوجه جناح الهول المسألة الاتيه. اوجه جناح الهول المعادلات الاتيه. لو سمحت مش عايزه تقول. دي هوموجينيس عرفناها ازاي كلها بالتوزيع. في حل بديهي اكس زيرو واي زيرو زد زيرو زد زيرو، طبعا ده حل مش عايزاه. ما تجيش تسافر في الامتحان تقول اكس بسيرت واي بسيرت زد بسيرت زد بسيرت، طبعا مش عايزاه. عايزين حل مختلف عن الحل السابق. نبدا نكمل اوبرتيشن مالتوس. ادي اكس واي زد تي ايكوال واحد 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 زيرو واحد ثلاثه اثنين اربعه زيرو اثنين زيرو واحد ناقص واحد زيرو. ثبت الاولاد نمبر تحتين. هقول ار1 ناقص ار2 او ار2 ناقص ار1 تروح لار2 يبقى واحد 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 زيرو. ار2 ناقص ار1 زيرو اثنين واحد ثلاثة زيرو. حتى الأولاد ناقص اثنين. أجمعه على الثالث يروح للثالث. ناقص اثنين اثنين زيرو ناقص اثنين. ناقص اثنين ناقص واحد ناقص اثنين ناقص ثلاثة زيرو. سبت ده صفر تحتي. تمشي ماشي. يبقى ار2 زائد ار3 تروح لار3. تدينا. 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 ركز عليه سوى ركز عليه دي يساوي 2 اقل من عدد النجاحين 3 يبقى قول زي ما نبدا نكتب الحل باخدها من تحت لفوق. هقول 2 اكس 2 واي زائد 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 3 تي يساوي تي. هاخد الزائد بايه؟ التي بدي عشان المعادله فيها ثلاث مجاليف. يبقى الواي بتساوي نص ناقص زد ناقص اي ناقص 3 دي. طلعنا الواي. حتى اكس زائد واي زائد زد زائد تي يكوال تي. هتدينا اكس بتساوي ناقص واي ناقص زد ناقص تي. يبقى اكس بتساوي ناقص واي يبقى نص اي زائد 3 على 2 دي ناقص زد ناقص اي ناقص دي. يبقى اكس بتساوي نص اي ناقص اي يبقى نص اي 3 على 2 دي ناقص دي يبقى نص دي. اكس بتساوي ناقص واي يبقى نص اي زائد 3 على 2 دي ناقص زد ناقص اي ناقص دي نص اي يبقى ناقص نص ايه؟ 3 على 2 دي ناقص دي يبقى نص دي. الحل بقى اكس واي زائد تي ما عنديش غير الايه والبي. اكس بتساوي ناقص نص ايه؟ نص بي.
ناقص نص ايه وناقص 3 على الاتنين دي وزاد بيساوي ايه وتي بيساوي ايه ادي ليتو دي الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الثاني في الامتحان أضربها